السلام عليكم. المحكمة الاتحادية في قرار جريء ومفاجئ تنهي مستقبل الحلبوسي السياسي بطلاق لا رجعة فيه ولا مهادنة بعد أن رفع شعار نحن أمة طرد من عضوية البرلمان بتهمة التزوير على خلفية دعوة النائب ليث الدليمي الذي طرده الحلبوسي سابقا من البرلمان بعد أن وقع استقالة يعني على ورقة بيضاء أيام الانتخابات. الحلبوسي في أول رد على القرار مستغرب من صدور هذا القرار بحقه وعدم احترام الدستور والوصاية التي تمارس على المحكمة الاتحادية بحسب كلامه. أشيع أيضا أن وزراء الصناعة والثقافة والتخطيط التابعين إلى حزب تقدم قدموا استقالاتهم احتجاجا على قرار الاتحادية بما يعتزم الإطار التنسيقي وتحالف إدارة الدولة عقد اجتماعين طارئين يوم غد من أجل بحث تداعيات القرار. قرار المحكمة الاتحادية بنص الدستور. هنا أكو هواي ناس قاعد يسائلون إنه إيش راح يترتب على هذا القرار وشنو معناته. قرار المحكمة الاتحادية بنص الدستور قرار بات وملزم للسلطات كافة، يعني السلطات التشريعية والتنفيذية وحتى القضائية، يعني لا يجوز الطعن فيه على اعتبار أنه لا توجد جهة أعلى من المحكمة الاتحادية في العراق، وبالتالي يترتب على هذا القرار انتهاء عضوية الحلبوسي من مجلس النواب. يعني لحد هاي اللحظة الحلبوسي لم يعد عضوا في مجلس النواب، ويجب أن يحال على محكمة لكي يحاكم بتهمة التزوير، لأنه قرار المحكمة على ما يبدو أنه الحكم صدر بتهمة التزوير، فهنا جريمة أخرى على ما يبدو على ما اللي ذكرونه قانونيين. يعني الحلبوسي فقد رئاسة البرلمان والزعامة والرئيس مثل ما يسمونه أنصاره، ونحن أمة انتهت بقرار لم يستغرق النطق به دقيقة واحدة ليعود الحلبوسي إلى ما جاء منه قبل دخوله العملية السياسية. ارحب بكم مشاهدينا الكرام، وارحب بضيوفي الاستاذ اوراس المشهداني السياسي المستقل، والاستاذ مهند الراوي السياسي المستقل ايضا، والاستاذ عبد الناصر درويش عضو تحالف الانبار هويتنا. حياكم الله، اهلا وسهلا بك. حياك الله استاذ اوراس. حياك الله ومرحبا بك. شنو مفاجاه هاي القصه؟ مو بالبدايه تحيه لكم وقناتكم الكريمه وللضيوف الاعزاء. يعني حقيقه هو هذا الموضوع مفاجئ. فعلا مفاجئ، والتوقيت كان أكثر مفاجأة من نفس الموضوع. الأدلة والإثباتات بحق أنه التزوير وما تزوير والمطالبات اللي كان يطالب بها المقال قصرا من مجلس النواب النائب ليث الدليمي هي أدلة يعني كانت دامغة، والرجل كان يتحدث في وسائل الإعلام ويطلع وينطل أدلة أمام شاشات التلفاز، لكن اليوم تفاجأنا أنه في توقيت صادم وأثناء توافد الحلبوسي في مناطق المحافظات السمنية واستعراضه بخطابات رنانة انتخابية، نرى أنه استئصال رئيس برلمان العراق من داخل مجلس النواب وأبعاده عن المشهد. هنا هاي يعني راح تفتح لنا عدة محاور حقيقة أستاذ محمد. المحور الأول أنه يقول لك التوقيت هذا ربما راح تكون بتداعيات أخرى وأزمات أخرى، ومثل ما شفنا أنه الوزراء التابعين إلى حزب تقدم قدموا استقالاتهم. زين، إذن حتى البرنامج الحكومي اللي كان باني آماله عليه في التقديم وفي معالجة الإخفاقات السابقة
اللي رسم عليها برنامج راح يقدم للشارع وراح يلامس الشارع السيد محمد الشاعر السوداني، انه هذا اثبت مثل ما تحدثنا في حلقات سابقه انه هذا البرنامج هو ايضا تابع الى هيمنه والى قرارات حزبيه وقرارات سياسيه. زين، اول شيء مبارك للمحكمه الاتحاديه جرأتها، ومبارك للقضاء استعاده عافيته وابعاده عن الهيمنه السياسيه والخضوع واخضاعه للقرارات السياسيه اللي كانت بالسابق مثل ما نعرف انه كانت مملوءه على القضاء، لكن اليوم هي حريه بالتالي، والديمقراطيه مثل ما يقولون انه هاي الديمقراطيه لازم نتعامل وياها وفق المعطيات الموجوده. اكو تزوير، هذا تزوير، اكو اخفاق وتفرد بالقرار، وسائق منفرد مثل ما سماه الله يذكره بالخير السيد محمد الكربولي، إذن هذا السائق منفرد، لكن ما يتوجب على السائق المنفرد انه يتحكم في قرارات ومصير جماهير مصدره شخص داخل مجلس النواب. ليث الدريمي تحدث وانطى كل البراهين الى المحكمه الاتحاديه والى الاعلام، زين، لكن شنو السبب؟ يعني اللي قضى هسه اللي قضى على محمد الحلبوسي هو قضيه استقاله ليث الدريمي اللي غير التاريخ. هاي قضيه واحده. اكو قضايا بعد؟ هاي قضيه واحده، احنا القضيه هاي قضيه مكشوفه وامام الراي العام، واكو ظلم بحق رجل كان عنده جمهور اللي متمسك به واجى الى الخضراء طالب باعاده حقه. لكن اكو قضايا، يعني قبل فترات شفنا الحكومه وجديه الحكومه والقضاء الفاسدين وافات الفساد اللي كانت موجوده في بغداد وفي بعض مفاصل الدوله. كان متفاجئ جدا بالقرار، ليش هو ما كانت لا ماكو مفاجاه، ما كانت كو مكان فريق محامين عنده كانت تدافعون عنه لو لا. اللي يتحدث بزعامه مكون ومتصدر للمشهد السياسي لازم تكون عنده كل الاحتمالات زين متوفره، والرجل هو يعرف انه هو هذا اليوم راح يجي، والدليل انه انطى كبش فداء لهذا الموضوع محمد نوري. يعرف بالتاكيد يعرف، يعني هو يعرف انه هذا اليوم راح يجي راح يقال. ليش انطرح اسم محمد نوري؟ محمد نوري ما انطرح اسمه انه هو صاحب القرار وايضا هو اللي صدر الكتاب وهو اللي ضم الاقاله الاولى. ماكو نائب يوقع على اقالتين، ماكو نائب، يعني الاقاله الاولى رجع ليث الدريمي ببوس عمك بوس خالك، الاقاله الثانيه راح سلم على امير الدليم رجع لقى نفسه خارج البرلمان. البوس اليوم تحدث عن موضوع انه في خطابه امام مجلس النواب بكلامه ذكر انه الوصايه على المحكمه، اكو وصايه على المحكمه؟ من اللي يفرض الوصايه؟ هو؟ لا من اللي يفرضها؟ ما اعرف، يعني اكو يعني اكو اطراف اخرى فرضت وصايا على المحكمه الاتحاديه. طبعا هو اتهم بإخراج المحكمه الاتحاديه باخراج الحلبوسي، هو اتهم المحكمه الاتحاديه اليوم. لا المحكمه الاتحاديه يعني هو بالسابق خرجوا القيادات السنيه وقالوا على الشركاء داخل البلد احترام قرارات المحكمه الاتحاديه، زين، واكو معاهده يعني بالتحالف الثلاثي ان المحكمه الاتحاديه هي الفيصل الحاكم ما بين نزاعات الكتل السياسيه. طيب ما المحكمه الاتحاديه هي اليوم اللي قررت، مو محكمة أبو تشير. يعني هو كان يدعو إلى احترام قرارات المحكمة الاتحادية. هذا قانون أستاذ محمد، سنة كاملة على عمر التحقيق، سنة كاملة على نائب انسحبت منه عضويته من مجلس النواب وطلع أمام الشاشات وده يقول إنه أنا مظلوم وأنا سحبوا مني يعني عضويتي بالتزوير. زين اليوم التزوير ثبت من بعد سنة، مو هذا التوقيت أيضا أكو حرج به. وراح وهذا التوقيت راح ينطي مساحه للتدخل الاممي، انه ممكن حتى راح يعني لا سمح الله انا اقول يكون يصير دم. زين خلينا بدون خلينا نناقش اول البدايه القرار وبعدين نروح على التداعيات. استاذ عبد الناصر درويش حياك الله. استاذ عبد الناصر، استاذ عبد الناصر وين؟ استاذ عبد الناصر موجود؟ ما موجود. اذا حضروا لي استاذ عبد الناصر درويش يا اخوان. استاذ اوراس المشهداني حياك الله. اوراساني استاذ مهند الراوي حياك الله. اهلا وسهلا استاذ محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك ولضيفيك الكريمين. انت شو اليوم مصفق لها اليوم على قولة العراقيين، على قولة العراقيين انت مصفق لها بكفيه هاي القصه اليوم. لا سيدي الكريم، اولا يعني خلينا يعني
يعني خلينا أول شيء نتكلم من الناحية القانونية، بعدين نتكلم من الناحية السياسية. المحكمة العليا، أولا أحيي وأبارك للمحكمة الاتحادية العليا قرارها الشجاع، وأنا أقول وثقتي من البداية كانت واضحة بسلطة القضاء، لا ولاية لأحد على سلطة القضاء. إذا حتى في كثير من المداخلات وكثير من اللقاءات تكلمت إذا ما كسرت لا سمح الله هيبة القضاء، إذا ما فائدة العملية السياسية وما فائدة أصلا الدولة؟ القضاء هو الحامي الأخير والجدار الأخير لشكل الدولة العراقية. يعني أولا أنا اليوم أشيد بقرارات المحكمة الاتحادية وأثني عليها وأثني على شجاعة اتخاذ هكذا قرار كبير وجريء اتخذته المحكمة الاتحادية العليا. يجب أن نفهم أن المحكمة الاتحادية العليا لها الولاية العامة على كافة المؤسسات والسلطات في الدولة، وقراراتها ملزمة باتة لا تفسير عليها. من يفسر الأحكام والقوانين هي المحكمة العليا. إذن هون يجب أن نفهم أنه بعد ماكو شيء بعد فوق المحكمة الاتحادية، لا قرار فوق قرار المحكمة الاتحادية، لا عودة إلى أي ولا يمكن أن يستخدم على قرارات المحكمة الاتحادية أي ضغوطات، لأن هذا القرار معناته لا سمح الله إذا ما تم تسويفه بقضية السياسة أو إدخاله، قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة باتة لجميع السلطات، السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة رئاسة الجمهورية. من عندما يختلفون السلطات تتنازع فيما بينها، من يفسر القوانين ومن يحكم بين القوانين؟ هم المحكمة الاتحادية. وان يجب ان نحترم. الحلبوسي يقول انه الحلبوسي اتهمها بالوصاية عليها اليوم بعدم احترام الدستور. يا سيد استاذ محمد المحترم سيد الكريم، هو اكيد له ردات فعل، اكيد راح هاي رده فعل قد يعني النوبه عندما يسيء لسلطه القضاء هاي تترتب عليها بعد اجراءات قانونيه ثانيه. يعني اليوم عندما يكون القرار قضائي يجب ان نحترم قرار القضاء. اذا ما كسرت هيبه القضاء، اذا وحده من سلطات الدوله العليا تكسر هيبة القضاء، هاي بها هون عندنا إشكال. يجب أن نحترم سلطة القضاء. زين، هسه الحلبوسي هم شنو؟ مزور؟ من خلال ما اتصالاتنا وخلال إنهاء عضويته بثبوت قرار المحكمة الاتحادية الذي أدلى به رئيس المحكمة الاتحادية أثبت أنه تزوير. يعني مزور، يعني رئيس أعلى سلطة، أعلى سلطة بهذا البلد، رئيس السلطة التشريعية والرقابية، مزور. هي هاي الطامة الكبرى أستاذ محمد، هي هاي الطامة الكبرى أن يصل برئيس سلطة يعني يتهم بقضية التزوير. هاي أصلا هون بحد ذاتها هاي وصول رئيس سلطة إلى حد التزوير إذا أثبتت المحكمة الاتحادية بحد ذاتها هون إشكالية كبيرة، أن يصل رئيس سلطة يزور تواقيع أو يزور تواريخ هون بحد، يعني هاي مشكلة كبيرة وخلل كبير في النظام السياسي، مع احترامنا واعتزازنا الشخص الكبير، يعني شخص أخونا. وطبعا أكيد نحن يعني كنا نعترض على في كثير من اللقاءات على ممارسات وأخطاء يرتكبها، لكن كشخص أكيد إحنا ما عندنا مشكلة مع شخصه، ما عندي خمو، احنا متنافسين على قطعه ارض او بيت او لا سمح الله بيناتنا دم. لا، احنا نعترض على ممارسه وفكر ومشاريع، اما كشخص اكيد له كل الاحترام. تمام، انا بس خليك، يعني انا حقيقه اريد اخاطب اعضاء تقدم من 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 هاي الحلقه. انتوا من اكثر الناس اللي كنتوا تصيحون الزعيم والرئيس والرئيس والزعيم والزعيم والرئيس وكذا وما اعرف ايش، وتدافعون وفي كل البرامج. اليوم بعد ما صدر القرار
بعد ما صدر القرار ويا صاحبكم نريد واحد يطلع ويانا، ماكو واحد من عندكم يطلع ومن توعدونا تقولون راح نطلع وياكم، هاي كراسيكم فارغه لحد هاي اللحظه. الرجال بعد التو بعد 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 حتى ما مسلم ذمته من مجلس النواب، طافرتوا شنو ما جاي يفتهم شو ولا واحد من عندكم حاضر، وينكم؟ ما متوظفين استاذ محمد، خلاص ما متوظفين، ما مشي تسوي؟ ما متوظفين، وتدري هم من يذكرون لازم يتوظفون. ادري يعني هسه صاحبكم صار له سنين، صار له سنين ما ادري ايده بحلوكم بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ذولا مو قيادات تقدم استاذ محمد، هسه ذول الناس اللي يدافعون على تقدم اللي موجودين وينكم؟ شوف بسم الله الرحمن الرحيم رجال، قبل ما صار له ساعه القرار من صدر ولا واحد، كلكم اختفيتوا. يعني انا المفروض هسه اليوم نتوسل تواسيل يابا، بس تعالوا احكوا لنا وجهه نظر ثانيه حتى لا نصير مستهدف. وانا من النوع خصوصا اني من النوع اللي اواجه الشخص وهو بمنصبه وهو بقوته. اليوم محمد الحلبوسي ماكو شيء، بعد منه وهيك محمد الحلبوسي ماكو شيء، فحتى ما يعني ما يسوى واحد يحكي عن الموضوع بعد يومين. اذا اجيتوا بعد يومين فكل فايده ماكو ترى. فمع الاسف يعني عبد الله الجغيفي اخر لحظات والله عندي اجتماع ويا الرئيس، ولك يا رئيس هسه وين الرئيس؟ وين ضيم الرئيس؟ اجتماعات الحين اجتماعات الرئيس، الرئيس دايخ حتى 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 من خلص الاجتماع ركض ما ادري وين رايح، حتى ما يعرف ما يندل طريقه. والله يا عم المحكمه الاتحاديه خو الزلم بالله العظيم، والنعم منكم المحكمه الاتحاديه والله العظيم على هذا القرار الجريء اليوم، اثبتوا بانه انتم خو الزلم وانتم ناس قاعد تشتغلون، ما عندكم خط احمر بالعراق، وهو هذا المراد من القضاء. واللي يتحدث عن وصايا عن محمد، اذا تسمح لي بنص دقيقه. أيه؟ احنا اليوم ليش نشيد بسلطه القضاء؟ اذا اليوم سلطه القضاء يجب ان نقويها، لان لا سلطه على اي سلطه على سلطه القضاء. اليوم ممكن باكر رئيس الوزراء يرتكب لا سمح الله اخطاء اداريه او قضاء قضيه، اذا هون يجب ان نشيد بقضائنا. طبعا لا رئيس وزراء ولا رئيس جمهوريه فوق سلطه القانون، لا رئيس وزراء ولا رئيس جمهورية ولا رئيس مجلس نواب ولا هذا المفروض، ولا واحد من ذولا تحت سلطة القانون. أنا ويا وأنت حالنا حالة أمام سلطة القانون، هذا هو المفروض يعني، هذا هو المفروض. زين خلينا شوية اليوم من يتحدث الرجل عن وصاية وعن انتهاك للدستور، يعني عنده مؤشرات معينة على هذه الأشياء اللي يتحدث بيها؟ لو هو فقط تصريح لا أكثر ولا أقل، محترق قلب الرجال. يعني أنا أتوقع هاي ردة فعل، يعني أكيد ردة فعل، لكن ردة فعل يجب أن تكون محسوبة، لأنه ممكن خلال كلمة أو لا سمح الله تسيء لسلطة القضاء يحاسب عليها الشخص إذا أساء لسلطة القضاء. إحنا ما نسيء من شيء، يعني كثير على شفنا نزاعات أستاذ محمد، شفنا نزاعات، تتذكر قرارات المحكمة الاتحادية من كان الإطار معترض، الإطار التنسيقي من اعترض على نتائج الانتخابات، طلعوا مظاهرات ووقفين قدام المنطقه الخضراء، من اقرت الانتخابات المحكمه الاتحاديه العليا وسلامه تحكم صحه الانتخابات، الاطار التنسيقي اثنى على القضاء وقال احنا نحترم سلطه القضاء والسلام عليكم ورجعوا الى بيوتهم. زين لا يجب ان بس من باب الانصاف ايضا، يعني من باب الانصاف ايضا انه الحلبوسي قال احنا راح نلجا للخيارات القانونيه، الرجل تحدث بهالطريقه. اكيد هو الرجل راح يلجا للخيارات القانونيه، لكن انا اقول لك هي هاي كلام نوعا ما يكون سياسي اكثر من انه هو قانوني. سيدي الكريم استاذ محمد، قرارات المحكمه الاتحاديه قرارات باتة ملزمه. سيدي الكريم اذا ما يعرفون كثير من الناس يجهل معناته شنو هذا القرار. سيدي الكريم هذا القرار راح يترتب عليه كثير من الاثار القانونيه. اللي ما يعرف بالقضايا القانونيه يجهل هاي القضايا. شنو الاثار اللي راح تترتب على هذا القرار؟ سيدي الكريم اذا هو محال على اذا تم انهاء عضويته على قضيه التزوير، هاي وحدها هاي جنايه. يعني قضيه التزوير هي جنايه، هاي جنايه قضيه التزوير، محرر تحرير فاك او كتاب محرر، هاي عفوا جنحه وليس جناح. زين يعني الان الحلبوسي مقال من العضويه ورئاسه البرلمان وكذلك
قضية التزوير وأيضا يمنع من الترشيح مرة أخرى؟ طبعا طبعا هاي قضيه، هاي جريمه مخله بالشرف اللي قضيه التزوير من الجرائم المخله بالشرف. تمام استاذ اوراس، جريمه مخله بالشرف. واضح واضح استاذ اوراس، شنو التداعيات اللي ممكن تحصل على اساس قضيه اقاله الحلبوسي بهذه الطريقه؟ هي من فقره قانونيه، المحكمه الاتحاديه رسمت الطريق لمحاكمه الحلبوسي بقرار اقالته من مجلس النواب. اليوم الموضوع انه ما راح يتوقف فقط على قرارات المحكمه الاتحاديه. زين، المحكمه الاتحاديه اليوم انطت قرارها وقرار ملزم وبات ولا عوده فيه. لكن هل المحكمه الاتحاديه راح تصمد امام القرارات والضغوطات السياسيه؟ مو المحكمه الاتحاديه وحدها هم تسوي شيء. زين، المحكمه الاتحاديه جت فصلت قانون وشرعت قانون وتخلت فيه بنود والف باء ورسمت الثغرات اللي موجوده بداخل القوانين وايضا درستها يلا انطت القرار. اذا الثوابت والضوابط القانونيه اللي طرحها الرئيس السابق محمد الحلبوسي بخصوص انه راح نلجا الى القانون، هذا الموضوع يعني اظن بعده مستمر في الخطابات. امه تقدم ونحن امه، ونحن امه، هذا ثبت ان الموضوع يعني موضوع تقدم يزعم صوت واحد. لكن اليوم كمكون، وللأسف أقولها مو على الشعب، دا أحكي عن النظام السياسي للمكون السني، أقولهم إن نحن أمة قد ضحكت في جهلها الأمم. ليش؟ لأن أنتم ما رسمتوا برنامج النفسكم ولا أنطيتوا لنفسكم فد أبها ممكن تخلون بديل ومرادف للشخص اللي راح يتم إقصائه. زين، اما موضوع اليوم تجي اقالات واستقالات، وبالعكس انتم التيار الصدري متوقع انطى الاستقالات لنوابه الحلبوسي وقع عليها، وجمهور التيار ساكت لان عندهم زعيم انطاهم قرار. والقرار مال يعني اللي انطاها سيد مقتدى تعتبر فتوى، يعني هم عقائديين للنضال في قرارات السيد مقتدى. اليوم هذا قرار محكمه اتحاديه، وزعيم الامه دا يقول لك انه اني، الزعيم السابق العفو دا يقول لك انه اني احترم قرارات المحكمه الاتحاديه. القانون مو مطاط، فقط عندنا بالعراق انه احنا لازم نمطل القانون وننطي مساحه اكبر حتى نخلي قرارات اخرى، والضوابط الدستوريه والقانونيه خلي يستعرض بيها كل لجنه قانونيه ممكن. يعني ذول الوزراء جديين باستقالاتهم؟ الوزراء جديين، شوف الوزراء جديين، لكن لو تم التفاوض مع احد الوزراء في ترشيحه بديلا للحلبوسي راح تلقاه باكر قاعد بمجلس النواب. يعني هاي يعني هذه قرارات مضللة، يعني هيك يبيعونه؟ اي هاي قرارات مضللة. انا اذا اقول لك شوف، السنة لن ولم تعمل بعمق سياسي. زين، تعمل احزاب فردية، من بعد الاحزاب يشكلون تحالفات، يدخلون الانتخابات، ياخذون المناصب، حافظ على منصبي، مالك شغل بي الاطار، خلاص. زين، اليوم الاطار راح يقول لك، قول لي انا مالي شغل بيك، انا فعلا مالي شغل بيك، والدليل انه انا اول ما دخلت المجلس النواب وطيتني الاستقالة مالتك، قلت أنا أقدم استقالتي لمجلس النواب بعد قرار السيد مقتدى، إحنا ما رفعنا أيدنا. بالوقت اللي إحنا صوتنا المحمود المشناني رئيس البرلمان أمامك. زين، شنو خيارات الحلبوسي الآن؟ الحلبوسي هسه أول ضغط، أول الحلبوسي ضغط. أول فقرة خلي يتهيأ هو محمد نوري للدخول إلى غرف التحقيق داخل المحاكم الجنائية. هاي واحدة. يعني خلي يتهيأ. القانون على الشعب لو على الكل. أقول المفروض على الكل، على الكل، هو جزء من الكل. طبعا لو ولي منزل من السماء، لا يحضر روحه انه يدخل الغرف التحقيق. بالتاكيد، شو عدة الحلبوسي؟ اي شخص شنو اللي وراه؟ شوف هي مو بس محمد الحلبوسي، الاطار، التيار، الاحزاب الاسلاميه، زين، كلهم متلطخين في تزوير ملفات فساد. زين، لكن هسه احنا عندنا محمد الحلبوسي، احنا فضيحتنا مفضوحه هسه اول واحد عندنا محمد الحلبوسي. احنا مشكلتنا احنا اي قضيه تصير داخل البيت السياسي السني مفضوحه. زين، ليش؟ لان الناس تاكل بلحم ناس. احنا ماكو هاي مال حرم الله اكل لحم اخيه هو لحم القرده والخنازير، هذا ماكو. زين، ما تقرا عندنا هاي الايه استغفر الله. زين، احنا عندنا منصب، انطيني منصبي، ابتعد عن اقصائي، وانطيني ديمومه انه انا اتولى. لا بس اوراس، خلي مشكله الشراكه، بس اعطيني مجال. انت تقول خلي الحلبوسي يحضر نفسه ويحضر غراضه ويروح لغرف التحقيق من الان. اي بالضبط. اي شو وراء من الملفات؟ ملفات، الملف الاول اللي هو راح يتحاكم عليه اللي ملف التزوير هسه، هذا يعني هاي اول نقطه. هذا صح. النقطه الثانيه الملفات الفساد والاعترافات اللي موجوده على من تم
الإطاحة بهم في ملفات فساد وخمسة مليون دولار وخمسة عشر مليون دولار والوقف السني العملاق، الوقف السني اللي بين كيانات سياسية، الوقف السني ديوان الوقف السني اللي يعتبر الكتلة الأكبر. زين، هو كان تحت وصاية وطاعة الحزب الحاكم. حبث حلبوسي شنو علاقته بهذا الموضوع؟ شنو علاقته؟ إلا علاقة؟ شنو؟ هسه لما راح يرجع يرجعوا لك ملف كامبوش؟ ايه ملف كامبوش هم راح يرجع، هم راح يرجع لملف حلبوسي. ملف كامبوش مو حكينا هنا؟ ايه وهم راح يرجع. ملف كامبوش واحد من الملفات اللي كان اللي تم نفي الصندوق الأسود، هو ملفات الفساد بسبب إنه أكو شراكات مع كامبوش من قبل القيادات الأولى والمقررين الأوائل في السلطة السياسية يعني السنية. يعني أنت تتوقع اعتقال محمد الحلبوسي بالأيام الجاية؟ اللي دخل بموكب ايه؟ محصن ايه؟ وورا ساعة خرج وحده فرداً ايه؟ يجوز بسيارة واحدة ما أعرف هسه الحصانة شلون ما أدري ايه؟ الموضوع لا قابل للتمييز ولا قابل للطعن ولا قابل لرفع أيادي أعضاء مجلس النواب. الموضوع ملزم ولا عودة فيه. يعني اليوم المحكمة راح تحاسب بعد القانون وبعد إصدار القرار لازم تتجه المحاسبة. طبعا هو احنا مو شماتة استاذ محمد. لا 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 نتحدث، احنا نتحدث وقائع. انا دا اتحدث يعني لك. انت تتوقع ان محمد الحلبوسي سيعتقل؟ سيعتقل اكيد. هسه مو ثبت، هسه القرار على شنو؟ زين القرار على التزوير. ايه؟ ما بعد التزوير شنو؟ ها هي عفى الله عما سلف روح بعد بيته. يعني هذا اعيدها مره ثانيه، انت توقعاتك ان محمد الحلبوسي اكيد سيحاكم، سيعتقل وسيحاكم. سيحاكم. وانا دراوي شو تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مرة ثانية شكرا لكم يعني أستاذ محمد. يعني خلينا أتكلم عن ما تطرق به أوراس المشهداني. يقول أستاذ أوراس المشهداني يقول أنه محمد الحلبوسي سيعتقل سيحاكم، والمحاكمة ستبدأ من قضية كمبش، من قضايا فساد، من قضايا الاعترافات، من قضايا تفاصيل كل شيء هواية. خزرجي هم حتى لا ننسى نسوي له تاك. خزرجي منه مش عن الخزرج رئيس ديوان. نعم. مش عن الخزرج اللي نعم. اللي طمطم على قضايا بسبب الوصايا السياسيه منها افلام لا اخلاقيه داخل ديوان الوقف السني، منها ملفات عقود وفساد، منها حراسات. ارجع لها ارجع لها بالتفصيل. استاذ اوراس صديقي وزميلي، انه اولا احنا انا وانت احنا اولاد عوائل كريمة، أنت ابن عائلة كريمة على عرف أهلك، ومن باب الفروسية والمروءة نحن لا نتشفى بالسيد الحلبوسي. لا نتشفى، لا نتشفى بالسيد الحلبوسي. عفوا أستاذ أوراد، أنا متأكد أنه أنت ما تتشفى، لا بالعكس، بس أخاف حتى نوصل الفكرة للجمهور أنه إحنا اليوم إحنا رجال دولة، إحنا اليوم ولد قانون، يجب أن نحترم القانون، يجب أن نبني الدولة على القانون، الكل متساوي، رئيس البرلمان، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، الكل تحت سلطة القانون، لا فوق لا سلطة فوق سلطة القانون حتى يتساوى الشعب. أنا أرجع وأكرر وأثني على قرار المحكمة الاتحادية اليوم، أثبتت وعادة المحكمة الاتحادية هيبة سلطة القضاء التي بعض المندسين أرادوا أن يشكلوا. أستاذ مهند نعم. بس اسمح لي. نعم. القصة مو هاي، القصة أنه ما بعد هذا أكو تداعيات سياسية تحدث عنها، وهم خلنا سألك عليها بعدين. بس اسمح لي لأنت قلت أنه أثبت الآن أنه محمد الحلبوسي التهمة اللي خرج بها من مجلس النواب هي تهمة التزوير. هسه المفروض قرار المحكمة الاتحادية، احنا مو قانونيين بس قاعد نتساءل، قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم لكل السلطات حتى السلطات القضائية. فبما انه المحكمة الاتحادية اثبتت انه الحلبوسي قام بتزوير في قضية محمد الليث الدليمي، فاذا المفروض يخضع لاجراءات اخرى قضائية احنا ما ندري بيها. الآن أستاذ أوراس يتوقع فتح ملفات أكثر من هذا. يعني شوف سيدي الكريم، خلينا أتكلم بشكل مباشر وبشكل صريح بدون قولات بدون رتوش. أكيد يعني إذا ما تم إثبات عملية التزوير وهي مثبتة، يعني الإقالة كانت على صحة
انهاء عموديه السيد الحلبوسي على قضيه التزوير. قضيه التزوير لها سيدي الكريم هذا الجانب القضائي اللي اقيل عليه، لكن هذا يترتب عليه اجراءات قانونيه اكيد، واجراءات التحقيق راح تثبت من اللي يعطاك السلطه، باي حق انت تحك وتشطب وتحط تواريخ وبكيفك. هاي ايهام للسلطه، هو فقط ايهام السلطه القضائيه وايهام القضاء هو جريمه يحاسب عليها القانون في القانون العراقي. يعني اليوم انت حتى الى السلطه القضائيه او التنفيذيه او رئاسه الجمهوريه ترسل كتاب توهم به القضاء، وبعد ذلك يثبت ان القضاء هذا الكتاب بتزوير. هذا بحد ذاته هذا الكتاب محرر رسمي، هذا يتحاسب عليه بالقانون. وشنو ترتب عليه بالقانون؟ هي هاي جنحه، وجنحه مخله بالشرف. يعني سيدي الكريم التزوير جنحه مخله بالشرف. هاي طبعا وراها اكيد راح تنفتح ملفات من يعني اكيد استاذ راسب من قال خليه يتحضر هو ومدير مكتبه محمد الكربولي لغرف التحقيق. اكيد هذول راح تترتب عليها اكيد قضايا قانونيه، واكيد راح يترتب عليها تحقيق، وشلون ومين ومن انطاك الحق وعلى اي اساس. يعني اكيد راح يتعمقون بالتحقيق، لكن انا اقول لك بقضايا التحقيق حتى يعني نتكلم بشكل اكثر دقه واكثر تفصيل. قضايا التحقيق راح تصير بها تدري هاي، يعني ما راح اليوم خلاص تعال يلا انت وروح انت للسجن ونحكم ولا يعني كذا. لكن المهم انه نتكلم فيما بعد اليوم، فيما بعد 2000 بعد 14 11، ماذا سيترتب، ماذا يترتب على المكون السني. الان سترسم خريطه، احكي لك اياها بالقلم العادي، راح تتوجه راح يرسم مشهد سياسي جديد بالمحافظات السنيه. شلون؟ وسجلها يمك، وما راح اطول اكثر من شهر. هذه الانعكاسات، قرار المحكمه الاتحاديه له انعكاسات كبيره على المشهد السني. زين تمام، واحده من الاشياء المتوقعه، واحده من الاشياء المتوقعه الان انسحاب تقدم من العمليه السياسيه. في حال انسحابها، في حال انسحابها وعندنا انتخابات قادمه، بس التيار الصدري ماخذ 75 مقعد وانسحب، مع احترامنا للاخوه بالتيار الصدري، شنو راح يصير؟ اخر عديد هاي احنا شايفيها بال 2006، وتكلم الاخ راس بال 2006 انسحبت جبهه التوافق، انسحبوا الوزراء وانسحبوا النواب، وبالتالي بعدين ايش صار؟ رجعوا يتفاوضون. سيدي الكريم قرارات المحكمه الاتحاديه قرارات ملزمه، ما بها اي تفسير، خلاص انتهى، نقطه على السطر، لا تحاول تقوم تتجاوز على سلطه القضاء. زين اكو الاتحاديه هسه عندك وزراء استقالوا؟ عندك وزراء المفروض قدموا استقالاتهم، اكو جديه بالموضوع لو لا؟ هو انا الحكي انه احنا تدري الاستقاله انت تجي تقدم استقاله خو مو بكيفك، لازم يوافق عليها رئيس الوزراء ويصوتون عليها بمجلس الوزراء حتى يجي يرشح بمكان الوزراء. يا استاذي العزيز استاذ محمد، يعني هذا كله هذا اساليب ضغط، ما راح تغير، ثق بالله ما راح تغير شيء بقضيه القرار المحكمه. زين ايش قد اكو تاثير لمحمد الحلبوسي على الشارع السني؟ هذا كلش مهم الموضوع. شلون؟ عفوا، ايش قد اكو تاثير للحلبوسي على الشارع السني؟ يعني انا قلت لك احنا اكيد، يعني انا شفت اليوم في الانبار بعض الناس في قضاء ناحيه كرابله بالرمادي طالعين زفات ومحتفلين بقرار المحكمه الاتحاديه. محتفلين باقاله الحلبوسي؟ محتفلين باقاله الحلبوسي؟ نعم نعم نعم، موجودة محمود بالأنبار، نزلت سيارات، محتفلين شباب، محتفلين انتصارا، يعني يشيدون بقرار القضاء العراقي. احنا اليوم استاذي محمد يعني انا راح اقول لك هذا القرار كتقدم لكل الاحزاب السياسية، تبني شكل الحزب السياسي ينبني على شكل مثلث، القاعدة عريضة ويبدا يصعد الى ان يصل للهرم.
يعني مع احترامي الى الاخوه في تقدم عزمهم على العكس، ربطوا مصيرهم كل المصير بحزب بشخص السيد محمد الحلبوسي، وهون راح يسوي عندهم مشكله. يعني اليوم غياب السيد محمد الحلبوسي معناته غياب كل المشروع، ما ظل اي مشروع شيء اسمه تقدم. يعني اليوم يعني ماكو شيء بعد اسمه تقدم، بعد ماكو شيء اسمه تقدم. انا راح اترك ما بتصير روح السيد الحلبوسي، ما ظل شيء اسمه تقدم. انا اليوم غير رئيس محمد الحلبوسي كل الاحترام والتقدير لشخصه، اليوم منو نائب الامين العام مال حزب تقدم؟ ما تعرف. منو المكتب السياسي مال حزب تقدم؟ ما تعرف. هنا اذا احنا جيرنا كل المساله زين تمام. محمد الحلبوسي عنده بشهادة سياسيين، بشهادة سياسيين من السنة نفسه، عنده امتدادات وعلاقات دولية، ما تسوي شيء. وش قد ممكن تأثر هاي؟ ما تسوي شيء قدام قرارات المحكمة الاتحادية، لا ما تسوي كل شيء. والله قاعدة قرارات المحكمة الاتحادية أنهت كل شيء، حتى أكو مثلا يقول نقطة للسطر، خلاص المحكمة الاتحادية حطت النقطة وفتحت راس سطر جديد. زين. ما بها أي مجال. تمام. يعني لا 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 علاقات دولية ولا 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 الإخوة واحد يروح يستنجد ب ب بال 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 والله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما بدنا نسولف. بيمن. لا يروح يقوم يستنجد. بيمن يا دولة. باللي جابوهم. اللي راحوا قعدوا يمهم وقبلوا الأيادي. سيدي الكريم. موضوع المحكمة الاتحادية يرفع لها القبعة كان القرار على السيد هذا واضح. خلي شو هو قام يشفع؟ شو انت صدق شو انت اللي قمت تشفع؟ شو انت اللي قمت تشفع؟ على قولك يا رجل استاذ مهند، انت اللي قمت تشفع سياسة استاذ مهند، شو قمت تشفع؟ سؤال عفوا استاذ محمد، انت اللي قمت تشفع؟ شو تقول لي بدك تشفع استاذ وراس؟ هسه تشفى صار. لا والله انا ما اتشفى، لان هاي استاذ مهند اذا تسمح لي ابدا ما اتشفى، لكن انا اتكلم بشكل صريح وبدون مجامله. انا اليوم زي. مشروع ينبني على شخص واحد، هذا مو حزب. تمام تمام تمام. اسمح لي ايه وياك لا خلي ارجع لساده وراس. هذا راس يعني اذا قصة أكو سيناريوهات أنه محمد الحلبوسي يتقبل هذا الواقع وبينتهي الموضوع والكتلة السياسية ترشح له واحد شخص آخر وتمشي القصة. أكو سيناريو لا، أكو اعتراضات وأكو محاولات وأكو قصص أخرى. أكو مثلا على سبيل الاعتراض الآن لما طلعوا الوزراء وقدموا استقالة، ممكن وتقدم أيضا يسحبون نفسهم بالأيام الجاية. شو راح يصير؟ لكل موجود بديل. شلون؟ يعني اللي طلع بقرار محكمة وتبدأ الضغوطات إنه هذا زعيمنا وقائدنا الأوحد، فهو مو زعيم مكون أو طائفة، هو رئيس يعني كتلة سياسية وبنفس الوقت رئيس منصب للسلطة التشريعية. غيابه ما رح يأثر على الموجود. إذا كانت أكو مفاهيم أخرى فممكن اللي صنعه محمد الحلبوسي هم غابوا. زين مو صحيح؟ وهذا يعني انا يقول لي لا تشفى، فانا اقول له اللهم اني شامت بكل من سرق ونهب وتعلى وكشخ على دماء اهله وعلى دماء ابناء جلدته. زين انا دا احكي ابناء جلدته، دا احكي طائفيه سياسيه. ليش؟ تمام. لان موضوع المعتقلين اللي انضم في مجلس النواب من 2014 إلى اليوم هو بقرارات مجلس النواب ما تم تمريره، وإلا الكتل الأخرى من تريد تبطيها مسودة قانون وتنقري من داخل هذا المكون راح تحترم هذا القرار ويصوتون عليه. احنا في أوقات الانتخابات نسمع الخطابات الرنانة، وفي الأمور الأخرى اللي حصلت اليوم احنا دنجامل ودنقول لا لازم احنا نميل الى جهة انه هذا رئيس مكون وهذا رئيس حزب لمكون. زين اخي، الامة ما تقاد برجل. احنا مو بزمن الصحابة. زين. ولا بزمن الرسول صلى الله عليه وسلم. عملية ديمقراطية. احنا في زمن
واحد ياكل بكتاف الله. الصناعة اللي انولد منها محمد الحلبوسي هو انولد من رحم اسلوب مؤامرة. يعني الدهلزة السياسية ما كان يفقهها بالكامل، وإلا هيش تصرف من رئيس كتلة سياسية ورئيس حزب سياسي وعنده مقبولية وعنده جمهوره، المفروض كان يعرف أنه هذا الموضوع يحاسبه قانونيا حتى وإن كانت عنده علاقات ممتدة مع القضاء. راح من نائب وتغيير تاريخ بالضبط عنها مستقبل السياسي بالكامل، نسفه بالكامل. أيه. اليوم اليوم الامه اللي طلعت من القيادات اللي موجوده بتقدم هم مو قيادات تقدم، هم نزل في تقدم. سواء كانوا النواب يعني ثلثيهم والاعضاء الاخرين، تقدم مو مشروع سياسي، تقدم اصبح مشروع انتخابي، مشروع خطابي. زين هذا الموضوع العفو شتت نسيج المجتمع السني. يعني يوم تقول محمد الحلبوسي الان مثلا تقول محمد الحلبوسي الانبار شتت المشروع، شتت الشعب الناس اي بالشارع اكيد. محمد الحلبوسي التقدم ليش بس محمد الحلبوسي يعني تقدم لو اكو ندل محمد الحلبوسي اكو ناس ما الانداد لمحمد الحلبوسي منو؟ ايه منو؟ خميس الخنجر عزل منه محمد الحلبوسي باتفاق مع الحلبوسي نفسه. زين وان كان هو البديل للحلبوسي فرجعونا على الفتق الاولي. واذا نتحدث عن الحسم فحسم مشروع قيادات كانت مزاحب بالسابق وكونت نفسها بنسيج من القيادات السابقه اللي هم حزب اسلامي الحال وليث الدليل ومشروعه في بغداد، وعملوا على انه ياسسون لنفسهم برنامج سياسي. زين وعزم عزم هو المشروع اللي تنصل منه خميس الخنجر بالسابق وراح كون السياده. وهسه كون المعرف الياكوتلة السياسية ايضا السياده. تمام احنا دا نتحدث عن مكون، ما دا نتحدث عن عائله. احنا نتحدث عن سيناريوهات ما بعد هذا الموضوع، انه واحده من السيناريوهات انسحاب تقدم، واحده من السيناريوهات الاخرى هذا الضغط ما يفيد استاذ محمد، ما يفيد نهائيا. خلت تنسحب تقدم ماكو اقوى من التيار الصدري جماهيريا. صحيح ماكو اقوى من التيار الصدري، مرض التيار الصدري راح مرض. زين. بس ما مات. نتحدث ايضا عن امكانيه انه حراك دولي بهذا الموضوع، وانت قلت انا قلت لك الحلبوسي معلوماته الدوليه معروفه مع اي دول. هاي المعلومه هاي معلومه ايه الحلبوسي علاقاته الدوليه علاقات مصادر. مصادر هاك فلوس جيب. اي طبعا. شلون يعني انا اليوم من اكون نافذ داخل العراق ايه؟ او اقدر اصنع ازمه ايه؟ لا ضرر انه القى غطاء خارجي يتبناني. يعني هو يستلم لو يسلم لعد الحلبوسي ده يصرف من 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 البنك المركزي. هاي اموال منين قاعد تجي؟ هاي الاموال والله ما ادري لو فساد لو فساد لو تمويل مو اتهام. العمليه السياسيه داخله بهذا المطبخ انتهت. زين. لو تبوق منه فلوسك داخل العراق وتبني كيانات سياسيه لو تروح تتعاون ويا الخارج حتى تضرب اللي موجودين عندك بالداخل وعندهم التزامات ويا خوارج من اخرين. يعني تركيا عندها مشروع سياسي داخل العراق. لا هسه المعروف عن محمد الحلبوسي بحس حتى من دعايته الانتخابيه امارات قطر من القصور. لا لا يعني هسه ما تحدث عن فقط ذني من دعايته الانتخابيه من القصور اللي تحدثوا عليها من الثراء المالي اللي يمتلكه محمد الحلبوسي، بينما محمد المعروف يقول لك هو رجل كان مقاول. استاذ محمد ايه هذا يقول لك هذا مصدر كان مقاول الحلبوسي مصدر المقاول المقاول خلي يشتري له 50,000 دونم ايه يا اخي ما يشتري له ثلاث اغذيه. ثلاث أقضية مشتري الحلبوسي بالكامل؟ لا ده أقيس لك يعني والتفرد بالسيطرة على المؤسسات المسيطرة على المال داخل المحافظات هم سيطروا عليها. زين مشروع يعني مشاريع إعمار المحافظات المحررة المن كانت وتحت سيطرة من؟ أم السوداني؟ أم محمد العاني ذاك يوم تدخل به السوداني وأقصى وأبعده. الموضوع أنه هذا التشظي داخل المكون هو من بيناتهم، لكن دولة ما يمثلوا المكون، وانا دا احكي لك اياها الحقيقه. زين مو كلهم اطلع لك حزب واحد صح هو ابن الداخل، البقيه كلهم التزامات خارجيه وكلهم يعتمرون الاوامر خارجيه. محمد الحلبوسي هو اقصى من بنوه. واحنا دا نعطي امثله. وين السيد محمد الكربولي؟ محمد الكربولي هو اللي انطى صناعه لاجيال شبابيه من داخل بغداد وحتى من الانبار، هو كان الكفيل الضامن لمحمد الحلبوسي ووجوده داخل رئاسه البرلمان. زين هاي ننكرها؟ والله وهو اللي صنعه وضد اخوه حتى يكون موجود محمد الحلبوسي. والله خوش بدره هي. اي بدي اقول لك وين محمد الكربولي؟ من اللي اقصاه؟ زين انت ذكرت قبل شويه بموضوع يتعلق بمشعان الخزرجي وموضوع الوقف السني وقلت اكو اشياء طمطمت وكنت تتحدث عنها، شنو هي؟ هاي رسالتي الى السيد محمد شياء السوداني. اه هسه المحكمه الاتحاديه اخذت قرارها. اه دوله رئيس الوزراء
هنالك مليارات وما يقارب 600 مليار دينار عراقي ملفات بأدلة دامغة، وأنا أتحمل لك مسؤولية كلام هذا الكلام، بأدلة دامغة ملفات موجودة على الوقف السني هسه بجديد موجودة على رئيس الديوان الحالي واللي اثنين اللي سبقوه. فساد هذني؟ فساد بهاي المليارات. هذا الفساد تابع إلى جهات سياسية هم اللي تبنوا صناعة الرؤساء الديوان. هذا الموضوع حكينا به أكثر من مرة. هسه الوقف الشيعي بيتكم وروحوا سولفوا به رئيس رئاسة الديوان الوقف الشيعي. أنا دا أحكي لك ببيتي، دا أقول لك بيتي منخور واليتامى والأرامل عندي مشردين وسلال غذائية ما توصلهم، ويجي لك أبو الوقف السني يقول لك أنا دا أقدم. أخي مقاولات دا تروح بابتزاز سياسي، جوامع دا تروح بابتزاز سياسي، نافورات بجوامع دا تروح بابتزاز سياسي، منابر بداخل جوامع دا تروح بابتزاز سياسي، ونواب ورؤساء كتل سياسية دا يبتزون رؤساء الديوان، ورؤساء الديوان هم من رحم أحزابهم يبتزونهم قاعد يعطوهم فلوس، ينطيهم فلوس. وإلا أنا بشنو دا أتهمش عن الخزرجي؟ هسه دا أتهم اعتباطا إيش عندي وياه؟ بس أنا دا أقول لك إنه هذا بيتي وهذا حرمتي وهذا من حق انه دافع عنه. راس هاي الملفات وين موجوده؟ موجوده. خلي اذا انا خلي اضيف لك اضيف لك اضيف لك مناشده الى هيئه النزاهه بما انه لا 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 ما هي الا رئيس الوزراء. الا رئيس الوزراء. رئيس الوزراء يقود. ليش هيئه النزاهه؟ لا على راسي. متابعين الموضوع. على راسي. متابعين كاتب المواضيع. استاذ محمد. ايه. صاحب القرار الاول مو هيئه النزاهه. صاحب القرار على هذا الموضوع هو صاحب القرار الاول رئيس الوزراء. رئيس الوزراء من يكشف الملف؟ ايه. ينطي حصانه الاراس. لان انا ما اهدر دمي حتى اكشف ملف فساد للدوله والدوله غض النظر عنه. اذا السيد محمد الشيع السوداني، رساله من هذا البرنامج من السيد اوراس المشهداني، هناك ملفات فساد في الوقف السني تقدر بالمليارات الدولارات تحتاج الى التدخل من حضرتك شخصيا، وانت رافع شعار مكافحه الفساد، والمفروض اذا انا يعني اعتقد انه توصلك الرساله، واعتقد انه عندي امل بيك راح تتحرك خصوصا بعد اقاله الحلبوسي. ومو اوراس المشهداني بالضبط بعد اقاله. هسه احنا نريد ندعم دوله عمي. تمام. هسه احنا مشردين نريد ان اب يتبنانا. شكرا استاذ اوراس المشهداني، شكرا استاذ مهند الراوي، الضيوف الاخرين اللي اعتذروا اليوم ما اقدر اعددهم كلش، ما اقدر يعني، لانه كل ساعه واحد ها اطلع وياك بعد شويه اروح اطلع وياك بعد شويه اروح. لا استاذ محمد اعذرهم صدمه كبيره ولا متشنت انت بابا فاتك مره كبير وانا عاذرهم، وجود انا قلت لك من البدايه احتمال ما لحقوا يتوضون لا اخلاقي داخل الديوان. تمام. هو نفسه داخل؟ لا مو هو رئيس ديوان، مدراء عامين عنده بداخل الديوان يمارسون اشياء لا اخلاقيه؟ لا اخلاقيه داخل ديوان؟ اي نعم. داخل ديوان فخسن؟ نعم. ومصوره؟ والعباس ابو فاضل؟ لا لا والله العظيم. وهاي موجوده الاشياء؟ دا اقول لك والله. ها واللجان اللي تشكل؟ ايه اللجان النيابيه اللي تشكل للتحقيق على رئيس الديوان وعلى مدراء العامين يتم تسويفهم. هذا وقف سني لو دا اقول لك لو طوط دا اقول لك ان الوقف بس انا دا احكي ببيتي. البرنامج انتهى، البرنامج صوتكم واضح ده يطلع خط. لا ما انتهى خليني اكمل لك عزيز استاذ. لا عمي لا فتح لي موضوع راح امدد البرنامج ساعتين. اسمعني وقف. اللجان النيابيه ايه اللي تم تشكيلهم من قبل رئاسه لجنه الاوقاف. انا راح اختم. ايه لجنه الاوقاف يقعدون ويا رئيس الديوان يقول له راح اسكت على فلان الدايني فلان المشهداني. على افلامك؟ ايه ايه يعني جايب الافلام وتطري فلوس لك مقابل تعطيني مشاريع؟ يعني جايب افلام ويعطي واحد يجيهم 15 جامع 10 بالدوره 5 6 بشمال بغداد 4 5 بابو غريب جوامع يعطيهم يسكتون على يطمطمون الملفات. يعني اطلع لك الفيلم لو تعطيني جامع. بالضبط. اثيره للاعلام واثيره واطلع امام الراي العام لو واكو لو اخذ لي جامع. واكو عضوان سربوا هذا الموضوع، عضوان من مجلس النواب سربوا هذا الموضوع لانهم ضغط عليهم. يعني الجوامع مقابل الافلام اللا اخلاقيه. الديوان لا مو جوامع. اي بطل الجامع هذول اذا يطلبون الجامع ننحرهم بيه. لا 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 يعني اعطيني جامع مقابل انه ما طلع الافلام مالتك. انا اسكت على هذا الملف. اي هو هذا اللي قلت انا. بالضبط. دوله رئيس الوزراء واحنا حاضرين في مال الله.